بدي بس أرد أعمل مقارنة بين ال joint space. طيب عندنا اذا الشيء العام المطلوب انه انا في عندي بوز، في عندي انيشال بوز معرف مثلا خلينا نقول دي تي انيشال، وعندي فاينل بوز معرف دي تي فاينل. نفس الشيء هون عندي تي انيشال وتي فاينل، وبدي انتقل الان من تي انيشال لتي فاينل. بهاي الحاله بهذا راح نطورها بعدين، بس بهاي الحاله move from ti to tf straight line. هذا المطلوب عندنا هون في الكارتيجن سبيس بلانينج، راح ننتقل من ti لtf. طبعا ti وtf تي هي 4x4 مش هيك؟ مكونه فيها position وفيها orientation. راح ننتقل من position hat position اللي مكون اللي بوصفه تي اي وتي فاينل ستريت لاين، والاورينتيشن راح يتغير تدريجيا ما بين الاورينتيشن الاول والاورينتيشن الثاني. بس راح نتحرك من البوزيشن تبع تي اي للفاينل بوزيشن تبع تي اف ان ستريت لاين. هذا هون موفمنت نوت سبيسيفايد. ماشي، واضح الاختلاف ما بين الاثنين. في عندنا جوينت سبيس تراجكتوري بلاننج، راح نغير الجوينتس، فاحنا هون بنغير ثيتا 1 لثيتا 6. في الحالتين احنا راح نغير ثيتا 1 لثيتا 6، هون راح نغير ثيتا 1 لثيتا 6 وهون راح نغير ثيتا 1 لثيتا 6. هلا بالحاله هاي بدي اطلع كيو انيشال، بدي اطلع كيو فاينل. كيو انيشال وكيو فاينل هو الزوايا اللي بتعطيني تي اي، كيو فاينل هي الزوايا تبعت الجوينتس اللي بتعطيني تي اف. فهون بالحاله هاي راح ناخذ عندي هون، راح اطلع مثلا اذا كان عندي هون بي 560 انفرس كينماتكس تي انيشال، وهاي راح تكون بي 560 انفرس كينماتكس تي فاينل. هلا صار عندي في كيو انيشال وكيو فاينل، نعمل جنريت trajectory in joint space. فاللي راح يصير الان QI كانت 1 في 6 مش هيك؟ وهي 1 في 6. ففي عندي اذا كانها طبعا 6 degrees of freedom راح ننتقل من هون. طبعا اذا كان هذا spherical rest راح نضيف هون ال 6s. هلا راح نعمل generate للتراجكتوري اللي هي Q، راح احطها Q sub J انه في joint trajectory، وراح اعمل J trajectory Q initial Q final حسب طبعا اللينكث تبع التايم فيكتور اللي احنا محددينه. هذا راح ينقل لي من الانيشال الزوايا السته هذول للزوايا السته هذول، وراح نشوف بعدين هذا البولينوميال، في بولينوميال معقد هون راح احكي عنه. هذا بعطيني من الانيشال الزوايا السته الانيشال للزوايا السته الفاينل، راح يعمل جنريشن لكيو جي، وكيو جي راح يكون اللينكث فالدايمنشنز تبعت كيو جي راح تكون اللينكث تبعتي مضروب في 6، اللي راح يكون في عندي 6 هون، وبعدين حسب الزمن اللي موجود هون. هذا بنقول لي من هون، وبعدين ممكن اعمل انيميشن او اعمل بلوتنج. لكن هون راح نعمل من هون، راح ناخذ من تي انيشال لتي فاينل، راح اعمل راح الاقي البوز اللي هي اللي عندي البوز الانيشال، هي الفاينل بوز. هلا راح اعمل هون كارتيجن سبيس تراجكتوري من تي 1 لتي 2 لينكث
فهون عملنا جنريشن للتراجكتوري في التي، وهي طبعا مش سهله لانه الترانسليشن سهل اني احرك الترانسليشن من نقطه لنقطه، بس الاورينتيشن ما بقدر اخذ الاورينتيشن انجل اللي موجوده هون، الاورينتيشن 3 باي 3 اللي موجوده هون، مش هاي فيها 3 باي 3 للاورينتيشن وفيها ثلاثة الاخيرات للترانسليشن. سهل اني اعمل تراجكتوري بلانينج للترانسليشن، مش سهل اعمل تراجكتوري بلانينج للاورينتيشن. ما بصير بس اصير اغير الكومبوننتس الاريثماتكس، لازم ارجع للزوايا الثلاثه واصير احرك الزوايا الثلاثه اكس واي وزد. بس هذا الانستركشن بحل لي هاي المشكله. هلا هذه راح تكون 4 باي 4، هاي راح تكون 4 باي 4، هاي راح يصير الدايمنشن تبعها 4 باي 4 باي اللينث، اللي هذا راح تعطيني اللينث. هلا لما صار عندي هلا هذا، هذا صار مجموعه من البوزز، يعني هاي اتس ا سيريز اوف بوزز ان تي. فالان بدنا نطلع كيو سبيس كارتيجن سبيس، ليش حطيناها اس مش سي؟ مش مشكلة، كيو اس بدها تساوي بي 560 اي. فهون راح اخذ التي اس راح اعمل عليها انفرس كينماتكس. هلا هذه سيريز اوف بوزز ان تي، وتي معرفة بأربعة بأربعة اللي هي اورينتيشن انجل واوريجن للريست. راح يطلع لي هلا سيريز اوف كيو اس. هلا هون طلع معي سيريز اوف كيو وهون طلع معي سيريز اوف كيو. الدايمنشن تبعت كيو هاي هي نفس الدايمنشن تبعت كيو هاي، مش هيك؟ لكن هم مش ايدنتيكال. الاختلاف ايش الاختلاف الاساسي الان صار بين كيو جي وكيو اس؟ القيم تبعت كيو اس راح تخلي الريست الاوريجن تبع الريست يتحرك بخط مستقيم. فلو عملت بلوتنج لكيو اس، تذكروا عملنا بلوتنج المره الماضيه، عملنا بلوتنج لكيو جي وعملنا بلوتنج لكيو اس على نفس الجراف، في رح تشوف في اختلافات بسيطه كانت ما بين ثيتا 1 وثيتا 2 وثيتا 3. في هون الحاله هاي كانت ثيتا 2 وثيتا 3 ما بتتغير، بس بلف ثيتا 1. ولذلك لما عملنا بلوتنج ان كارتيجن سبيس، لما طلعنا على الارضيه الخط ما تحرك بخط مستقيم بين النقطه الاولى والنقطه الثانيه، تحرك بهذا الشكل، هذا الاكس واي بلين. انا ما حددت شيء ثاني، ما حدد انه بدي انتقل من النقطه هاي للنقطه هاي بخط مستقيم او بشيء. فهو عمل هون طلع بس التزم بايش؟ التزم بالانيشال بوز، التزم بالفاينل بوز. فكيو اي راح تعطيني الانيشال بوز، كيو فاينل راح تعطيني الفاينل بوز. بينهم عمل تراجكتوري بلاننج لكيو جي، اللي طلع معاه طلع خط دائره زيك، هاي بتطلع جزء من دائره، لان كل اللي عم بيتحرك هو ثيتا 1 بس. اذا متذكرين ثيتا 1 بتتغير ثيتا 1 بهذه الطريقه، ثيتا 2 وثيتا 3 بضلوا كونستنت. لكن هون انا حددت الانيشال بوز وحددت الفاينل بوز. بعدين ما عملت الكيو لهاي كيو لهاي، حولت هذول الاثنين لسيريز اوف بوزز، سيريز اوف بوزز. فاعطاني هون مجموعه بوزز مختلفه بين الانيشال والفاينل، بحيث انه ضمن انه الخط اللي بتحرك فيه من الانيشال بوينت لو رسمته على الكارت على الاكس واي بلين، هون تحركنا بخط مستقيم. ولذلك هون ثيتا 1 وثيتا 2 وثيتا 3 بتغير. ماشي، واضح هذا الاختلاف؟ بعمل سكان لهاي